السلام عليكم. اليوم مع وصفات والدتكم بهذه الوصفه اللي هي البورك طويل. هذا البورك معروف به ناس عنابه، يعني واش وين نصيبوه يتباع؟ نصيبوه يتباع في المحلات، يعني اللي يبيعوا الاكل الشعبي، نصيبوا الناس دايرين طوابل برا يبيعوا هذا البورك ويبيعوا البورك العنابي. دونك هذا البورك ساهل وما فيهش كامل المقادير كثيره وبزاف بنين. يلا تبعي معايا باش تجربيه في الدار واكيد راح ينال اعجابك. اول حاجه عندي هنا كميه تاع البطاطا، درت هنا زوج حبات يكونوا شويه ملاح، يعني راح نغليهم في الماء، ما نديرش الملح، نغليهم حتى يطيبوا ونصفيهم. اذا هذيك البطاطا بعد ما غليتها وصفيتها وهي سخونه راح ندلها كميه نتاع الملح، لانه غليتها بلا ملح. انا نفضل ندلها الملح درك خير ما نديرها في الاول نخاف نملحها. ندلها شويه نتاع فلفل الكحل ونمرسها غير بالفرشيطه ولا هذيك تيتمرس البطاطا ولا كيما حبيتي. المهم هنا رايحه نمرسها كامل، راح تجيني سهله وهي سخونه. وهي سخونه ندلها مغرفه صغيره نتاع لا ماركارين. هما في الاصل يعني ما يديروش، يديروا غير البطاطا وحدها فقط. اليوم انا درت لها شويه اضافات باش تجينا بنينه. وندلها حبيبات تاع جبن مثلثات كيما سبق وذكرت، في الاصل ما يديرولهاش، يديروا غير البطاطا وحدها. مادام البطاطا راهي سخونه هذاك الفرماج رايح يذوب لي يعطينا بنه هايله للبطاطا تاعنا. اذا نمرسها مليح مليح ونخلطها مع هذاك الفرماج ولا ماركارين اللي درناها. من بعد نحكم الديول. هنا عندي زوج حبات تاع يعني زوج ورقه تاع الديول في الاصل، يعني في عنابه واش تصيبوهم الحبه تاع الديول يقسموها على شحال من خطره، يعني ماشي غير على زوج، يقسموها على ثلاثه على اربعه. انا اليوم حنقسمها غير على زوج هكذا باش تجيني الخدمه باينه وتجيني سهله. انا نهضر لكم فقط هما كيفاش يخدموا في الاصل. نحكم غير ربع نتاع ورقه هكذا تاع الديول، نديرها هكذا، نجيب شويه نتاع الحشو اللي عندنا، نجيبو مغرفه احسن نخدمو بالمغرفه هكذا مغرف. هما يعني سريعين كي تشوفين في هذوك الطوابل يخدموا، يعني الا رحتوا للعنابه هكذا ضربوا طله عند اللي يخدموا هكذا البريك، هما معروفين بالبريك ومعروفين بهذا البورك. اذا ندير هكذا شويه، يعني حبه البطاطا قدرت تكفيني، انا كثرت شويه. يلا معلش ياكلوها وليداتي هكذاك، يديروا هكذا شويه بطاطا ويزيدوا الهريسه. دوك انا حبات ندلهم هريسه وحبات ما ندلهمش، ما ندلهمش كامل الهريسه لانه الدراري ما ياكلوش الحار. اذا نغلقها، يغلقوها هكذا. هنايا في الطرف يديروا شويه تاع البطاطا هكذا باش كانما لاكول، ويغلقوهم مليح مليح ويلصقوهم هكذا. شفتوا هذيك شويه تاع البطاطا اللي يديروها هكذا في الطرف هي اللي تلصق لنا. ها هي الحبه تاع البورك، نزيدوا حبه. اذا هاي الكميه اللي عملتها، يعني الكميه تاع البطاطا اللي درتها، هذه هي الكميه اللي درتها لي، يعني كميه ما شاء الله. درت كميه تاع الزيت سخن ونبدا نقلي في البورك تاعنا اللي ساهل ماهل اقتصادي تحفه هكذا. ونتعرفوا على العادات تاع ولايتنا 150 ولايه، بلادنا كبيره وغنيه بالوصفات. اذا نديرهم هكذا في المقله باش نقليهم. اذا نقلبهم من الجهه الاخرى، هما عندهم تبي عندهم مقله كبيره يديروا فيها البورك تاعهم، يديروا على جهه البورك العنابي وجهه الاخرى يديروا هذا البورك. اذا نحمرهم الجهه الثانيه. قبل ما نحيهم راح ندير ورق الماس هكذا باش نحو كامل اللي دام من البورك تاعنا. راح ندير وافه في ثلاث طبقات يشرب اللي دام ما شاء الله. بلا ما ننسى أنت وافا عنده 25 سنة في السوق الجزائري، يعني عنده خبرة في هذا المجال ما شاء الله. إذا نحمرهم هكذا مليح مليح، نخليهم حتى يتحمروا. بعد ما طابوا تحمر نحيهم ونصفيهم من هذيك الزيت
نكمل نقلي كامل الكميه اللي بقات لي، نكمل نقلي حبات اللي بقاو لي بنفس الطريقه. الوصفه تاع النهار اليوم هي معنا واجده. اليوم تعرفنا على وصفه من وصفات الناس الشرق، نحييهم كامل النهار. اليوم ها هو معنا البوراك العنابي اللي يتباع في المحلات. ها هو شوفوا كيفاش يجي، تجي الحبه طويله يعني زوج حبات بطاطا يديروك خير الله. هذه الطزينه تاع البوراك وما درتهاش كامله، يعني الورقه قسمتها على اثنين كما سبق وذكرت، هما الورقه يقسموها حتى ربع خطرات، هما يعني عمليين وعندهم يعني عندهم اكسبيريونس الخدمه. راح نقسم لكم حبه باش نشوفوا عن قرب هذا البوراك كيفاش يجي. ها هو معنا يجي مقرمش ومن الداخل طري وفيه هذيك البطاطا اللي بزاف بنينه. يلا ما عليكم غير تجربوا الوصفه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.